ورجعت لكم تاني بسم الله الرحمن الرحيم على الديفرنشال امبليفاير. الديفرنشال امبليفاير دلوقتي وهو جاي شغال هيشتغل في تو مود، كومون اميتر ولا كومون بيز ولا كومون كوليكتور؟ لا يا حبيب قلبي، ده هيشتغل لي بتو مودز خاصين بالنسبه لمين؟ بالديفرنشال امبليفاير. الديفرنشال امبليفاير زي ما قلت لك ان هو عامل زي ايه؟ الميزان. وطبعا انا مش حاطط اتنين ترانزستور يعني كده اونطه، امال هتعملهم ليه؟ سيادتك دلوقتي احنا اتفقنا ان اي نويز جيالي على الدايره هتتكبر زيها زي اي سيجنال. طب انا اعمل ايه؟ معنى كده ان انا عايز النويز دي لما بتنزل على الترانزستور بتبقى ايه؟ بتنزل بكم متساوي، يعني لو انا هتحط لي هنا 1 فولت نويز يتحط هنا 1 فولت نويز، طب انا عشان اشيلهم ازاي؟ فالراجل قال لك بقى المحروس الديفرنشال امبليفاير ودي رسمته بيعمل ايه؟ بيضيع لك النويز او حاول اللي يقللها على حسب كفاءة ايه الديفرنشال امبليفاير ده، وبدانه قللها. قللها ازاي؟ هتشوف دلوقتي ان انا بالنسبه لي بدان النويز جات لي هنا بمقدار متساوي، هيجي الخارج بتاعي هيطرحهم هنا. هيطرحوا ازاي؟ هنشوف على مدى الاناليسيز اللي هنتكلم عليها. يبقى معنى كده مين اللي هيتكبر؟ السيجنال اللي هتتكبر اللي هي الفرق ما بين دول زي ما هنشوف كمان شويه. يبقى انا معنى كده ان انا بالنسبه للديفرنشال امبليفاير حطيته عشان يعمل ايه؟ تقليل للنويز. طيب ما تيجي تقول لي مزايا للديفرنشال امبليفاير كده عشان ايه؟ عشان نبقى مستريحين معاك. من ضمن المزايا بتاعت الديفرنشال، من ضمن المزايا بتاعت الاوبريشنال امبليفاير واللي هي اولها الديفرنشال، ان هو بيديك فيري هاي جين. يعني معنى كده الاوبريشن امبليفاير اللي هو المثلث اللي انت شفته ده بيديك تكبير كبير. وايه الحاجه الثانيه؟ الزد ان. كلمه زد ان بالنسبه لي المقاومه، مقاومه الدخل بتاعته. انا كده بتكلم على ايه؟ على الاوبريشن امبليفاير اللي احنا كنا راسمينه من شويه. ايه حكايته؟ ان بيديني فولتج جين كبير، يبقى الفولتج جين بتاعه يكاد يكون ما لا نهايه. بالنسبه للاوبريشن امبليفاير ده تقريبا 10 اس 5 بالنسبه ايه؟ لاي سي هاي معينه اللي هي 741، ده رقم الاي سي هاي. طيب وايه تاني؟ الزد ان بتاعته بتبقى كبيره جدا. كلمه زد ان دي هي المقابله برضو للار ان، مقاومه الدخل. والزد اوت بتاعته بتبقى صغيره برضو، اللي هي برضو المقابله لايه؟ لحاجه اسمها ار اوت. يبقى انا كتبت لك ار اوت او زد اوت او ار ان او زد ان، تبقى عارف الاثنين بايه بيروحوا لبعض. طيب نرجع مرجوعنا تاني عشان ما تسيبنيش كده ايه تايه. انت قلت لي ان انت عندك ان ده الديفرنشال امبليفاير ده عشان يقوم بوظيفته ان يقلل لي قيمه النويز بشغله في صورتين او له تو مود. المود الاولاني بنسميه ايه؟ ديفرنشال مود. ايه الديفرنشال مود ده؟ لما تعرف المود التاني نبقى نتكلم. يبقى انا معنى كده ان انا اول مود هيشتغل عليه الديفرنشال امبليفاير اسمه ديفرنشال مود. الديفرنشال مود ده بيعمل هو ده الايه؟ الشكل او الوش اللي بيعمل فيه التكبير. يبقى معنى كده في المرحله او في الوش بتاع الديفرنشال امبليفاير ده بيكبر فيه. هل هو بيشتغل على الديفرنشال مود او المود التاني ولا بيشتغل؟ الاثنين بيبقوا موجودين يا حبيبي، بس انا لما باجي بعمل اناليسيس بتاعتي بعمل لواحد واشوف تاثيره لوحده، وبعمل لواحد اشوف تاثيره لوحده، وبعد كده بعمل ايه؟ بجمع الاثنين مع بعض عشان بلص او اشوف ايه تاثير كل واحد لوحده. يبقى اول مود الديفرنشال امبليفاير بيشتغل عليه اللي هو ديفرنشال مود. المود التاني بنسميه الكومون مود. الكومون مود ده ايه ظروفه؟ ده بقى بتاع النويز. يبقى ده اللي ايه؟ اللي في الوش بتاعه ده اللي بيحاول فيه يشيل الحاجه نويز. طيب كل واحد فيهم له قوانين. ازاي؟ انا لو بصيت هتلاقي ان انا عندي ادي انبوت 1 وانبوت 2 واوتبوت 1 واوتبوت 2. طيب هل انا وانا جاي شغال هلوص نفسي بقى كده ان ده انبوت وده اوتبوت وادور اعيش حياتي؟ لا يا باشا، الاثنين في الكومون ده والكومون ده الفي اوت بتاعك بيساوي في اوت 1 ناقص الفي اوت 2. يبقى الاوتبوت بتاعي بيتاخد ما بين ايه؟ ما بين الطرفين. يبقى معنى كده وانا جاي شغال على الشغل بتاعي ان انا الاوتبوت بتاعي ايه؟ بيبقى الاوتبوت ما بين الطرفين. طب انا دلوقتي لو عايز اجيب الانبوت، الانبوت بتاعي هيختلف. ازاي الانبوت بتاعي يختلف؟ في حاله الديفرنشال مود هتلاقي الفي انبوت ديفرنشال بيساوي
ال V input 1 ناقص ال V input 2. يبقى معنى كده ان انا وانا جاي اشتغل او اعمل اناليسيس في الديفرنشال مود بيبقى دلوقتي ال V input بتاعي ايه؟ ال V input differential بيساوي ال V input 1 ناقص ال V input 2. ده كده بيبقى المين للسيجنال، يعني الانبوت 1 والانبوت 2 ده للسيجنال اللي انا عايز اكبرها، وركز على الكلام اللي بقوله لك. يبقى انا دلوقتي ايه؟ ده بيبقى للسيجنال اللي انا عايز اكبرها. طب بالنسبه للكومون مود ده بيبقى لايه؟ للنويز مثلا. فهتلاقي ان الفي انبوت كومون بيساوي ايه؟ بيساوي في انبوت 1 زائد في انبوت 2 على 2. يبقى انا دلوقتي عرفت ايه؟ عرفت الانبوت في الحاله دي بيبقى ايه، الانبوت في الحاله دي بيبقى ايه، لكن الاوتبوت بالنسبه لهم بيبقى ايه؟ بيبقى ثابت. طب سيادتك دلوقتي عندي تعريفين او معلومتين لازم نعرفهم. ايه هما المعلومتين اللي انا لازم اعرفهم؟ ان في حاجه اسمها عندي سنجل انبوت سنجل اندد انبوت، حاجه اسمها سنجل اندد انبوت، وحاجه اسمها سنجل اندد اوتبوت. ايه سنجل اندد انبوت وسنجل اندد اوتبوت؟ سنجل اندد انبوت يعني بتدخل الانبوت من على ده او من على ده. انا يعني دلوقتي بتكلم على مين؟ سنجل اندد انبوت، ان انا الدخل بتاعي لا اما يبقى داخل على ده او على ده. ده كده السنجل اندد ايه؟ انبوت اللي انا بتكلم عليها. طب والطرف الثاني؟ يعني لو انا دخلت الانبوت من على ده يبقى الطرف الثاني بتاع الانبوت اخليه ارضي، يعني ما يبقاش فيه سيجنال هنا. طب لو انا هدخل الدخل بتاعي من على ده اخلي ده ارضي، يبقى في حاله السنجل اندد انبوت بخلي الانبوت على واحد واخلي الثاني ارضي، في حاله او اخلي ده الانبوت واخلي ده ارضي، يعني مفيش سورس هنا. طب سنجل اندد اوتبوت، يبقى سنجل اندد اوتبوت دي معناها ايه؟ هي بنفس الطريقه بس التطبيق هيبقى على الاوتبوت، ان انا في حاله السنجل اندد اوتبوت بخلي ده ارضي ويبقى الاوتبوت بتاعي من على الطرف ده، او اخلي ده ارضي واخلي الاوتبوت بتاعي من على الطرف ده. يبقى ده الفرق ما بين ايه؟ السنجل اندد انبوت والسنجل اندد اوت. طيب لو انت باصص هنا، عاوزين برضو نتكلم على الديفرنشال امبليفاير قبل ما ننقل من الشاشه دي. في حاله الديفرنشال امبليفاير او الديفرنشال مود ايه اللي بيجرى؟ لو السيجنال بتاعتي دخلت بالمنظر ده، يعني دخلت ازاي؟ دخلت كده، فالسيجنال على الطرف الثاني لو انا مدخل نفس السيجنال هتيجي عليه، بس ايه ظروفها؟ المقلوب بتاعها. يبقى معنى كده ان انا لو جاي اعمل الانبوت هنا وهدخل على الطرف الثاني، فالانبوت الطرف الثاني هيبقى المقلوب بتاعه. طب ايه اللي هيجرى؟ ده ايه؟ ده لو انا جاي اقول في انبوت 1 ناقص في انبوت 2، فانا بقول لك لو انا في الديفرنشال انبوت فبيبقى عندي الانبوت ده هيبقى عكسه الناحيه الثانيه. طب بالنسبه لي في الكومون مود، كلمه كومون يعني موحد، يعني السيجنال اللي هتتحط هنا هتجيلي بنفس اشارتها هنا، يعني اذا كان ده موجب هيكون ده الموجب هنا، ده سالب يكون السالب برضو ايه بنفس الطريقه هنا. طب لو انا جاي اتكلم على نوع الامبليفاير ده، لو انا بتكلم على نص الدايره ده بس، نص الدايره ده انا عندي الانبوت على ايه؟ هتقول لي يا دكتور دلوقتي الانبوت بتاعي على البيز. طب والاوتبوت على ايه؟ هتقول لي على الكوليكتور. معنى كده ان انت قصدك ان الدايره دي كده دايره كومون اميتر؟ هقول لك اه. طب بدل انها دايره كومون اميتر انت كنت بتقول لي الفولتج جيم بتاعها ايه؟ هتيجي تقول لي يبقى الفولتج جين لو انا بتكلم على نص الدايره دي بس كده هيبقى عباره عن سالب جي ام ار ال، يعني سالب، صح ولا غلط؟ هقول لك اه. طب ما انت دلوقتي هتيجي تقول لي والدايره من الناحيه دي عليها الجهد مقلوب، هقول لك امين. طب ايه اللي هيجرى؟ معنى كده ان انت عندك الاوتبوت برضه هيبقى سالب جي ام ار ال لو الاثنين قد بعض، هقول لك اه. يعني معنى كده ان الاوتبوت بتاعي ده هيبقى ده هيبقى الضعف. ليه؟ عايزك تخلي بالك معايا. افترض ان انت فور اكزامبل كده انت قلت لي ان لو الانبوت ده، خلي بالك كده، لو الانبوت ده طلع، هنقول ان الاوتبوت هنا وليكن طلع سالب 10، صح ولا غلط؟ تمام. واحد هيجي يقول لي طيب يبقى معنى كده ان لو انا هنا انت قلت لي لو كان الدخل واحد طلع سالب 10،
يبقى هنا الدخل اصلا كان سالب واحد، صح ولا غلط؟ ما احنا قلنا ايه؟ مقلوب السيجنال. احنا كده بنتكلم على مين؟ على الديفرنشال مود. طيب ادي كان سالب واحد، يبقى يطلع هنا ايه؟ هيطلع مقلوب برضو، عشان برضو النص اليمين ده ايه؟ كومون اميتر. كومون اميتر بيعمل فيس شيفت، يعني معنى كده هيطلع الخارج كام؟ 10. طب وانا قلت لك ان الاوتبوت عبارة عن ايه؟ واحد لئيم هيقول لي انت قلت لي ان هيبقى عبارة عن في اوت 1 ناقص في اوت 2. طب ما تيجي تطرح كده، هتيجي تقول لي يبقى الفي اوت يا حبيب قلبي بيساوي كام؟ سالب 10. طبعا سالب 10 ده رقم ايه؟ انا ضربه فور اكزامبل، ناقص اللي هي الاشاره الاساسيه 10. يبقى معنى كده الاوتبوت طلع كام؟ طلع سالب 20. طبعا انا لما باجي بشتغل على ايه؟ القيمه المودولس. يبقى معنى كده ان انا ايه؟ جالي ضعف الاوتبوت، يبقى انا كبرت الاوتبوت. طيب الكلام ده لو انا شغال في الديفرنشال مود. طب ما تيجي نجرب كده لو انا كنت شغال في الكومون مود. في الكومون مود احنا قلنا ايه؟ في الكومون مود انت كنت بتقول لي لو الانبوت ده، بواحد هيطلع الاوتبوت بكام؟ هتقول لي هي هيطلع بسالب 10. هقول لك امين، انا كده دلوقتي شغال فين؟ في الكومون مود. طيب ولو كان الانبوت بتاعي كان بواحد، في الحاله دي هيطلع ايه؟ هتقول لي بهو نفسه، ما انت قلت لي ان انا بالنسبه لي دلوقتي في الكومون مود اللي هيخش هنا هو اللي هيخش هنا، يبقى لو دخل واحد هيطلع الاوتبوت بكام؟ واحد. هيقول لي بسالب 10 برضه. طب ما تيجي نجيب الاوتبوت كده يا باشا، بقى انا فهلاوي كده. هيجي يقول لي ايه؟ يبقى الفي اوت في حاله الكومون مود هيساوي ايه؟ هيجي يقول لي يبقى الفي اوت في حاله الكومون مود هيساوي السالب 10 ناقص 10. ناقص 10 اهي، ادي الناقص 10 ناقص ال10، يعني هيديني ايه؟ هيديني زيرو يا باشا. وهو ده المطلوب بالنسبه لمين؟ وهو ده المطلوب بالنسبه للنويز. طيب الناس لما بتيجي تعمل اناليسز للدايره دي، بيعمل اناليسز للدايره دي، ممكن يحل الدايره بالمنظر اللي هي عليه، او ما دام في سيميلاريتي بيقسم الايه؟ بيقسم الدايره دي بالنص بسكينه. طب انت لو شايف كده ايه اللي هيجرى؟ هقطع السكينه هنا. انا عارف لما في باور سبلاي كده، الباور سبلاي ده بدل ما انا استخدم اتنين باور سبلاي فوق وبدل قيمتهم واحده، فبعمل ايه؟ بروح موصلهم على نقطه واحده. يعني انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اجي دلوقتي عايز افصل الدايره، يعني اكني برسم دايره كده نصها في سي سي هنا ونصها في سي سي هنا. طبعا لما اجي بعدي في هوا اهو، فمعنى كده هيبقى في ار سي هنا وار سي هنا. اعدي، المشكله مش في ده كله، المشكله في قيمه المقاومه دي. واحد يقول لي عشان اعملها على دايرتين، هقول لك حاجه، اعمل ار اي على اتنين الناحيه دي وار اي على اتنين الناحيه دي. طيب تعالى كده لو انا همشي السكينه، شوف السكينه كده لو هتمشي هتعمل ايه. هنيجي نبص دلوقتي ان انا عندي زي ما انت كنت بتقول كده، ادي هرسم لك الدايره كده، ما انا قطعت بقى بالسكينه. وهيبقى عندي هنا ده الفي سي سي وده الار سي مثلا 2، هنقول ان هم متساويين، وده الار سي بتاعتي وده الاوتبوت 1 وده الاوتبوت 2 وده الفي سي سي وده الفي سي سي برضو الناحيه دي، وده ناقص في اي اي وده ناقص الفي اي اي، وهنا هيبقى في انبوت 1 وده الفي انبوت 2. بص بقى مشكلتي في ايه؟ مشكلتي بقى في المحروسه المقاومه دي. المقاومه دي لو انا جيت قلت ان دي ار اي على 2 ودي ار اي على 2، اتفقنا. واحد هيجي يقول لي حلو، بس تعالى لو جمعناهم تاني، هما لو جمعتهم هيبقوا عباره عن ايه؟ اكني بلم دي والم دي على بعض. واحد هيقول لي دول كده بارلل. طب ما هم لو بارلل كنت بتعملها ازاي؟ بتقول لي قيمه المقاومه منهم على 2. الله، ده بقت ار اي على 4. هل الكلام ده صح؟ يبقى معنى كده ان عشان اخليها ار اي على 2 ساعه القطع،
لو جاي اعمل لها اناليسز مش هتنفع. امال هنعملها ازاي؟ لو انا خليتها بقى دلوقتي بدل ما هي ار اي على 2، لا خليتها 2 ار اي. انا بعمل الكلام ده ليه؟ عشان وانا جاي اعمل الاناليسز وقطعت وعاوز اشتغل على نص الدايره بس مش على الدايره كلها عشان السيميلاريتي، فلو خليت المقاومه دي 2 ار اي ودي 2 ار اي، تعالى لو جينا نجمعهم تاني عشان نرجع الدايره الاصليه، يبقى 2 ار اي بارل مع 2 ار اي بتقول لي واحده واقسمها على 2 تديني الار اي، يبقى معنى كده المقاومه دي ايه؟ بار اي. اتفقنا؟ طيب في حاجة تانية عايزينها، نرجع للدايرة الحلوة دي تاني. الدايرة دي فيها ذباب لسه، في ايه الذباب؟ خلي بالك معايا، انا دلوقتي التيار اللي جاي من الترانزستور ده اسمه ايه؟ واحد هيقول لي اسمه اي اي. حلو قوي. ولو هما سيميلر يبقى التيار اللي جاي لي من الحته دي اسمه ايه؟ واحد هيقول لي اي اي. طيب ما هو الاثنين ده جاي كده زي ما قلنا، ان انا ممكن برضو في الدايره ان انا ابص الاقي في مقاومه هنا كده، المقاومه دي بنسميها ار اس، وفي مقاومه هنا برضو مقابله ليها مقاومه بنسميها ار اس، لكن الار اس دي بتبقى قيمتها صغيره جدا، المقاومه دي اللي هي ايه؟ بتبقى سيريز مع السورس. طيب انا دلوقتي بيبقى مطلوب مني ايه؟ مطلوب مني ان انا اجيب الفولتج جين. ليه؟ عشان انا بقول لك دلوقتي الار اي دي هيبقى فيها مشكله، المشكله دي هنقولها كمان شويه، لكن انا عشان اكمل كلامي تعال نشوف بقى دلوقتي القصه بتاعت ان انا عندي تيار اي اي وادي تيار اي اي، الاثنين هيتقابلوا في الحته دي. طيب ايه اللي هيجرى؟ هتقول لي يبقى التيار اللي نازل في المقاومه دي اسمه ايه؟ اسمه 2 اي اي، بحيث ايه؟ بحيث ان جاي له اي اي من الترانزستور ده واي اي من الترانزستور ده، يبقى اللي محصل هنا عباره عن ايه؟ 2 اي اي. طيب انا اللي مطلوب مني دلوقتي ان انا اطلع الفولتج جين وابدا اطلع الزد ان والزد اوت او الار ان والار اوت بالنسبه لي دايره الديفرنشال امبليفاير. في الحاله دي انا هقول لك هنحفظ على طول القانون النهائي عشان ما فيش وقت ان انا ايه اقول لك الديريفيجن بتاعه او اني اسهل عليك الموضوع. طيب انا دلوقتي عندي ايه؟ هنشتغل على سنجل اندد اوبوت. طيب يعني هشتغل على نص الدايره. طيب معنى كده احنا قلنا ان انا شغال على الديفرنشال مود، دي ليها قانون، يبقى كده ده الديفرنشال مود، وهشتغل على الكومون مود. طب في الديفرنشال مود ايه اللي هيجرى؟ في الديفرنشال مود قال لك الاي فولتج ديفرنشال هيساوي ايه يا حبيبي؟ هيساوي سالب ار سي في الاتش اف اي على 2 ار اس، طبعا الار اس لو مش موجوده يبقى بصفر، على اتش اي اي. طيب افترض بقى ان هي ما كانتش موجوده او تبع اي بند ان هي ايه الدنيا كده بالنسبه لها حلوه. طب هيجي يقول لي هنا طيب انت مش واخد بالك ان الحته دي عباره عن ايه؟ مش احنا قلنا ان انا عندي ان الار اي عباره عن الاتش اي اي على اتش اف اي، مش الكلام ده احنا خدناه ولا ما خدناهوش؟ هتقول لي اه. يعني معنى كده من الحته دي ممكن اقول ان الاتش اي اي بتساوي ار اي في الاتش اف اي، هتقول لي اه، اللي هي بيتا في ار اي، هقول لك اه. طب ما تيجي نعوض بالكلام ده فوق، يعني هتيجي تقول لي يبقى بتساوي ايه؟ هتساوي سالب ار سي اتش اف اي على خليك معايا بقى كده على ايه؟ على 2 في الار اس زائد ار اي في الاتش اف اي. طيب في حاله ان دي مش موجوده، يعني في حاله ايه؟ لو دي بصفر او صغيره جدا، فايه اللي هيجرى؟ هتقول لي يبقى سالب ار سي في الاتش اف اي على 2 ار اي في اتش اف اي،
يعني ايه اللي هيجرى؟ واحد هيقول لي نطير دي ونطير دي، يعني معنى كده القانون النهائي اللي هو فور ابروكسيميشن لو الار اس مش موجوده تقريبا هيساوي كام؟ سالب ار سي على 2 ار اي سمول. طب والار اي سمول دي هنجيبها منين؟ هنجيبها لازم اخش اعمل الدي سي اناليسيس زي ما انت هتشوف في السكشن اللي هي المساله دي لما تتحل، ان انا عشان اجيب مين؟ الار اي، الار اي بتاعتي اللي هي بتساوي كام؟ 26 ملي فولت على قيمة الـ IE. طيب في عندي حاجة تانية هقول لك ايه هي؟ ان انا دلوقتي عايز اجيب الكومون الفولتج جيم بتاع الكومون، الفولتج جيم بتاع الكومون هيساوي لي ايه؟ الفولتج جيم بتاع الكومون يا حبيبي هيساوي ار سي، ولو بصيت هتلاقيه موجب بقى على 2، بس المره دي ار اي كابيتال اللي هي الار اي اللي هنا، يبقى معنى كده دي ار اي سمول اللي لازم اجيبها من دي، كده الار اي سمول اللي لازم اجيبها من الدي سي اناليسيس، يبقى دي كده تتجاب فروم دي سي اناليسيس. لكن الحته دي اللي هي الار سي على الاتنين ار اي دي موجوده اصلا في الدايره. طيب لو خدت بالك دلوقتي، طبعا انا قلت لك الكلام ده الار ان والار اوت هتيجي للايه؟ للدايرتين، يعني مش لديه لوحدها ولدي لوحدها، ده دي للدايره ككل. فالار ان للدايره يبقى هو بس اللي بيختلف الفولتج جيم بتاع الكومون والفولتج جيم بتاع الديفرنشال، لكن الار ان بالنسبه للدايره هيساوي ايه؟ هيساوي 2 اتش اي اي زائد الار اس. طب لو الار اس مش موجوده يبقى عندي 2 اتش اي اي على طول. طب الار اوت هتساوي لي كام؟ هتساوي الار سي. ده كده عشان لما اجي لو جيت جبت لك مساله زي كده وقلت لك طلع لي الار ان والار اوت والكلام بتاعها تقدر تطلعه لي. نقفل الفيديو ده ونبدا في الفيديو اللي جاي عشان نشوف هنعمل او هنبدا نكمل مسالتنا ازاي.